قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على ليندا وطمنا على حاله الطقس. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير هدير. الجو برد طبعا لسه برد وهيكون في امطار النهارده خفيفه على القاهره. تقريبا احنا داخلين على يعني كمان درجات حراره اقل من الايام اللي فاتت بالظبط. والكام يوم اللي جايين يا هدير هيكون فيهم امطار. احنا اجازه بقى الكام يوم الجايين الحمد لله. نزلت بالبلوفر المره الجايه انزل بالشمسيه. اتفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. لسه موجة البرد مكملة معنا والنهاردة الطقس هيكون برد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشمال الصعيد، وفي نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري. ده غير أن النهاردة فيه أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 15، وأعلى درجة حرارة في شلاتين 24، وأقل درجة حرارة في سان كاترين 10. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. بنشكرك يا ليندا. شكرا لك يا ليندا.